مشان هيك بدي احكي معك بهالموضوع وبدي موافقتك عليه مشان اريحك من لسانها. قول يا اخوي. بس بيني وبينك ها. قول يا اخوي سرك كبير. انا نويت اتجوز. مالك ان شاء الله بدش تقولي اني عجزت وراحت علي. انا بعد نمروتي قويه وبباطح العلول. انت بعدك قوي وبي اكبر منك اتجوزوا، بس انت فاجأتني بهالخبر لانك عمرك ما فكرت بيه قبل هالمرة. هذا انا فكرت وقررت. وشو رايك؟ اللي بيريحك بيريحني، لكن ما قلت لي منيل بدك تتجوزها. انا بفكر اتجوز فوزية. مني فوزية؟ فوزية بنت سلام المفلح. بس هاي صغير يا اخوي. ولا بدك ايانا اتجوز عجوز على عجوز؟ يا بتكون جيزي محرزي يا بلا منها. ومثل ما بقول المثل، ان عشقت اعشق قمر وان سرقت يسرق جمل. بهاي معك، وانا من شفتك صابغ ومهندس حالك قلت اخوي ناوي على نية. يعني موافقة؟ موافقة. بلكي جبت لك اخو لعثمان، بس المهم اهل فوزية يوافقوا. ما هو هذا الموضوع المهم اللي بدي احكي معك. مشان اهل فوزية يوافقوا لازم ادفع لهم واصرف على الجيزة، يعني بدها مصاري. شو المطلوب مني؟ يعني توافقي ابيع شوية من الارض. يا اخوي انت قاعد بتبيع بهالارض، مرة بتشتري تراكتر ومرة بدك تتجوز، وانا قاعدة مش نايبني شي. انا كمان لي حق. حقك محفوظ يا اختي، واللي بدك اياه اطلبيه، بس بعد ما تتم الجيزة على خير. طيب يا اخوي ساوي اللي بريحك، بس لا تنساني بكم نيرة مشان اشتري لي هدمة جديدة البسها بعرسك. حاضر حاضر، بس مثل ما اتفقنا. الله يستر عليك يا اختي، والله بتسوي ثقل جذاب. Yeah.